مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في مادة اللغة العربية. سنتعرف اليوم على درس جديد في مكون الإنتاج الكتابي تحت عنوان بناء فقرة. قبل البدء في درسنا سنتذكر جميعا ما تعرفنا عليه في الأسابيع السابقة حول بناء فقرة. إذن الفقرة هي مجموعة من الجمل، أو تتكون الفقرة من 3 جمل أو أكثر نربط فيما بينها بأدوات الربط التي تعرفنا عليها مثل الواو، الفاء، ثم، أما إلى آخره. وكذلك يجب أن نحترم علامات الترقيم المناسبة لبناء فقرة منسجمة ومتكاملة. مفهوم أحبائي التلاميذ؟ الآن سنبدأ في درسنا. لبناء فقرة ضروري من اتباع عدة خطوات. الخطوة الأولى التي نتبع هي التخطيط. التخطيط مفهوم؟ إذن سنبدأ. أولا لدينا موضوعين سنقوم بشرحهما، وفيما بعد سنختار موضوعا واحدا لنكمل فيه الشرح أو لنكمل فيه الخطوات الأخرى. إذن الموضوع الأول هو العصفور والفراشة. العصفور والفراشة سنلاحظ المشاهد ونعبر عنها بجمل مفيدة. إذن أعزائي التلاميذ، المشهد الأول على اليسار ماذا يمثل أو ماذا تلاحظون في المشهد الأول على اليسار؟ جيد، نعم، نلاحظ في المشهد فراشة تحط على زهرة متفتحة. جيد، الآن ماذا تلاحظون في المشهد الثاني على اليمين؟ جيد، نلاحظ عصفورا يطارد فراشة فوق الأزهار المتفتحة. جيد أحبائي، الآن سنحاول أن نتعرف عن المكان. أين وقعت أحداث هذه الحكاية؟ حكاية العصفور والفراشة أين وقعت؟ نعم أحبائي، منكم من أجاب الحديقة أو البستان، كلاهما صحيح. مفهوم؟ إذن بعد التعرف على المكان سنتعرف على الزمان. متى وقعت أحداث هذه الحكاية؟ من خلال المشاهد يمكن أن نستخرج زمن هذه الأحداث. متى وقعت أحداث هذه الحكاية؟ فكروا جيدا. نعم، فصل الربيع. جيد، فصل الربيع. لماذا فصل الربيع؟ الطبيعة خضراء والأزهار متفتحة والسماء صافية والفراشة والعصفور، هذا كله يدل على جو فصل الربيع. جيد، هناك إجابة أخرى أو ذات يوم مشمس. والآن بعد ملاحظة المشهد جيدا سنصف الفراشة. سنقدم وصفا للفراشة. لاحظوا جيدا، لاحظوا الفراشة، نلاحظ شكلها، ألوانها، نوعها، ونصفها من خلال ملء الفراغ هنا في الأعلام. إذن الوصف الأول، الفراشة حشرة جميلة، فهي عبارة عن حشرة جميلة. مفهوم؟ لاحظوا شكلها، لها جناحان كبيران، لها جناحان كبيران. جيد، ألوانها مزركشة. مزركشة يعني متداخلة فيما بينها. لاحظوا الألوان، ألوانها مزركشة. إذن الفراشة حشرة جميلة، لها جناحان كبيران، ألوانها مزركشة. بهذا قدمت وصفا
للفراشة. الآن سأسألكم عن توقعاتكم لهذه الحكاية، حكاية العصفور والفراشة والأحداث التي دارت بينهما عفوا. إذن ما هي الأحداث التي دارت بين العصفور والفراشة؟ هيا اقتراحاتكم أو توقعاتكم. جيد، العصفور يراقب الفراشة. العصفور يراقب الفراشة قبل أن يطاردها، فهو كان يراقبها. العصفور يقترب من الفراشة. جيد، الفراشة أحست بالعصفور فحلقت في السماء هاربة. ممتاز أحبائي. والآن بعد الانتهاء من تخطيط الموضوع الأول، سننتقل إلى تخطيط الموضوع الثاني، وهو الثعلب والأرنب. نلاحظ المشاهد جيدا ثم نعبر عنها أيضا بجمل مفيدة. ماذا تلاحظون في المشهد الأول على اليسار؟ جيد، هناك ثعلب يراقب أرنبا يخرج من جحره. الجحر أعزائي هو الغار الذي يسكن فيه الأرنب. جيد، ماذا تلاحظون في المشهد الثاني على اليمين؟ جيد، هناك أرنب يركض لأن الثعلب يطارده. جيد أحبائي، بعد ملاحظة المشهدين سنتعرف عن المكان. أين وقعت أحداث هذه الحكاية، حكاية الثعلب والأرنب؟ أين وقعت؟ نعم، هناك من أجاب الحديقة أو الغابة أو بجانب بركة ماء. جيد، كل الإجابات صحيحة. بعد التعرف عن المكان سنتعرف عن الزمان. متى وقعت أحداث هذه الحكاية؟ هيا، متى؟ إذن يمكن أن نجيب بذات يوم أو ذات صباح. نعم أحبائي، جيد. هنا لدينا ملء الفراغ، أملأ الفراغ. بعد ملاحظة المشهد جيدا سأصف الأرنب. أصف الأرنب، لاحظ المشهد جيدا، أقدم له وصفا. إذن الأرنب حيوان جميل. الأرنب حيوان جميل. انظروا ماذا يوجد في أعلى رأسه، له أذنان طويلتان. جيد، ورجلاه قصيرتان، رجلان الأماميتان، لاحظوا رجلاه قصيرتان. جيد، الآن سنتوقع الأحداث. ما هي الأحداث التي دارت بين الثعلب والأرنب وجعلت الثعلب يطارد الأرنب والأرنب يركض ويقفز؟ إذن كما نعرف جميعا أن الثعلب حيوان ماكر، أن الثعلب حيوان ماكر يتصف بالمكر والخديعة. الثعلب يتعقب الأرنب، يعني يتتبعه. الثعلب يتعقب الأرنب. الثعلب يطارد الأرنب. الثعلب يطارد الأرنب. جيد أحبائي، هذه التوقعات عبارة عن جمل اسمية. جيد، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى وهي التخطيط كما رأينا، سنمر إلى المرحلة الثانية وهي كتابة المسودة الأولية المؤقتة. سنكتب مسودة مؤقتة قابلة للتعديل والتغيير. جيد أحبائي، إذن قبل أن أبدأ في كتابة المسودة سأحدد اختياري. أي اختيار؟ سنختار موضوعا من بين الموضوعين السابقين.
سنختار إما العصفور والفراشة أو الثعلب والأرنب. هيا سنختار. إذن اختيارنا هو الثعلب والأرنب. سنختار هذه الحكاية وسنكمل فيها المراحل المتبقية لنا. إذن أكتب التوقعات وهي عبارة عن جمل بخط واضح. سأغني تلك التوقعات التي توصلنا إليها قبل قليل بتوقعات أخرى وأكتبها بخط واضح دائما بعد ملاحظة المشهد. إذن أولا، الثعلب حيوان ماكر يصطاد فريسته بمكر وخديعة. الأرنب حيوان جميل. الثعلب يتعقب الأرنب ويطارده. الآن كتبنا جمل، توقعاتنا عبارة عن جمل، مفهوم؟ هذه الجمل سنحتاجها في ما يلي. بعد كتابة تلك الجمل في المسودة المؤقتة، الآن سننتقل إلى المرحلة الأخيرة في بناء فقرة وهي المراجعة والتصحيح زائد العرض والنشر. إذن سنراجع ونصحح ما كتبناه ثم سنعرض وننشر المنتوج الأخير. إذن أحرر عملي وأراجعه. أكتب فقرة بخط واضح، تلك توقعات أو تلك الجمل التي توصلنا إليها سنكتبها الآن فقرة باستعمال أدوات الربط المناسبة، ثم أحترم علامات ترقيم، مفهوم أحبائي؟ إذن انتبهوا معي. الثعلب حيوان ماكر يصطاد فريسته بمكر وخديعة. أما الأرنب فهو حيوان جميل يخرج من الجحر، أذناه طويلتان ورجلاه قصيرتان ولونه بني. الثعلب يتعقب الأرنب، ها هو يقترب منه. الأرنب أحس بالثعلب فانطلق يركض ويقفز. الثعلب يطارد الأرنب. ماذا فعلنا الآن؟ لقد كتبنا فقرة من خلال أو انطلاقا من تلك الجمل والتوقعات التي توصلنا إليها. قمنا بالربط فيما بينها باستعمال أدوات ربط مناسبة واستعمال علامات الترقيم المناسبة كذلك، مفهوم أحبائي؟ بهذا أكون قد كتبت فقرة متماسكة ومتناغمة وسهلة بسيطة. إذن أحبائي وصلنا إلى آخر درسنا بعدما تعرفنا على مراحل بناء فقرة، وهي أولا التخطيط، ثم كتابة مسودة عبارة عن توقعات، ثم كتابة فقرة، ثم المراجعة والتصحيح والعرض والنشر. إذن هذه المراحل التي تعرفنا عليها أريدكم أن توظفوها في أثبت تعلماتي. أكتب فقرة عن العصفور والفراشة متتبعة الخطوات التالية. إذن قد تعرفنا على حكاية العصفور والفراشة في مرحلة التخطيط، أنتم الآن ستكملون المراحل الأخرى. أكتب التوقعات عبارة عن جمل بخط واضح. ما هي الأحداث التي دارت بين العصفور والفراشة؟ بعدها أكتب فقرة بخط واضح. الفقرة سأستغل فيها هذه التوقعات والجمل التي كتبت وأحترم علامات ترقيم. أحرر عملي بنفسي دون مساعدة وأراجعه، مفهوم أحبائي التلاميذ؟ الأمر جد بسيط، أشتغل
وفق الخطوات التي تعرفنا عليها بأسلوب سهل وبسيط وجمل مفيدة أربط فيما بينها بأدوات ربط مناسبة وأحترم علامات ترقيم مناسبة.